امي انا جيت ايش عملتي اكل لحاطي جوعان كثير لانه انا هاويني لقيتني عم بعمل اكل لسه ما خلصت كل هلا بتعملي اكل امي ايش عملتي اكل بعدين عملت لكم رز فوق فروج مشوي وخود على روايح طيبه هالله نعم امي انت بتعرف انا لا بحب الفروج ولا بحب ريحته بتروحي بتعملي يو شلون يعني ما بتحب الفروج بتعرف يوم الفروج قادر كيلو اليوم بتعرف ما خصني انا مكبره قلت لك ما بحب اكل من لحم الحيوانات هدول ولك يخرب بيتك من حالك حرام تحكي هيك عن نعمة ربنا بعدين هلا الفروج صاروا من حيوانات الفروجة مو كانت جيجة يا سيدي والجيجة احسن منك منيح الله هيك وليش با على اللي بتبيض وبتتاكل انت ليش لازمتك بهالبيت هيك كان يا سيدي ما لي من هالفروج هاد وبعدهم كله من لحم الحيوانات هدول طيب يا رب تصير حيوان حتى تحس بقيمة الحيوانات هدول قولي قولي على هالورطة قولي ايش فهد امي؟ دعوتك استجابت وكان صرت حيوان صرت قط الله يوفقك ورح انت صرت متلح مثل الحيوانات قط رجعيني بسرعة بسرعة رجعيني شلون بدي رجعك؟ الله يوفقك شايف ربنا ايش عمل فيك صرت بسخة على الحيوانات على السبب الله يوفقك امي رجعيني بسرعة ما بدي قط امي ايش عملتي اكل ولا لسه؟ قط هاد كأنه قولي هي خد دوج منين جبتي امي؟ منين جبتي؟ بدي اخذها لربي انا نزلني يا بارا نزلني يا بارا عم بيحكيها شو عم بيحكيها نزلي نزلي الله يوفقك نزلي ولك نزلي امي انا بدك تركيني يا ربي اتركي الله يوفقك الله يوفقك خدوج الله يوفقك وين بدك تاخذيني خدوج وين خدوج هدي لهون هدي الله يوفقك شلون بدي اقنع الله انه هذا القط هو عباده انا حق علي انا دعيت علي ايش عامل الله ايش عامل الله قولي والله لا عمك احلى قط بتركيا كلياتها طول بالك والله وين تركيني يا بارا وراح تركيني وراح تركيني يخرب بيتك تركيني وراح تركيني يا حيوان وراح تركيني ام ليلى الحقيني بسرعة ابني تحول لقط يخرب بيتك هلا وقت الضحك عبالك ولا تحول لقط انا بعرف شلون ولك دعيت عليه ام راحت الدعوة استجابت بتصدقيه لك شلون ايش بدي بدي الحل حتى ارجع طبيعته مثل ما كان ولك مو لك وانا مصدق بالاول لحتى انت تصدقيه شلون اخذها عند دكتور والله فكرة رح اخذها عند دكتور شو عم بحكي معك؟ الخدوج! كيفي؟ هات لطاوة لك حشرة! هاتوا مرة لأمي ها أمي تعال شوفي هات لطاوة بدي ولك هات لهون هات لا ما حزرتي أنا بدي إياه أنا بدي آخذ أولي أنا لا ما حزرت أنا قلت أمي بدي آخذ أولي أول شيء وأربي هاتوا لهون هاتوا لا لا ما حزرتي بدي أربي أنا بدي أربي كوب بدي آخذ أولي ما حزرتي ولك إيش بكوب أولي يا أشفي؟ أمي مو أنا بالأول قلت لك بدي آخذ قطري وأربي لا عمي انا اللي بدي اربيه بس ولك هاتو هاتو الله يوفقكم انتو انت حرفوا شو القصة هاتو امي الله يوفقك بأي طريقة رجعيني مثل ما كنت لنشوف لنشوف لا يخرب بيتك من حالك انا بتركي لواد حمص شلون غدرني بحقهم ما بعرف اوف ام عبدة وين اخذ هالقط ورايحة فيه منين جبتيه رايحة اودي القط لاصحابهم هاتي له اقول لك هاتي ابيعه تحت تحت في واقف واحد عم يشتري قطط مسافر بحقه قرشين هاتي هاتي لا لا ابا بلا حرام خلينا نرجعه لاصحابه لا لا مبسي مبسي قولك هلا هاتي خلينا نبيعه هاتي طول يا ابو عبيده طول لا 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 يا رب بيتك يا ابو عبيده تعال هون تاني تعال ابو عبيده تعال ابو عبيده تعال هون تعال راحت راحت لكننا بعناه استفدناه قرشين الله خير يا اختي خبروني انك مستعجله شو مشكلتي دكتور ايدي زنارك قولي على هالمصيبه شايف القط اللي بايدي ايه شو بو انا مو دكتور بيطري قولك هاد مو حيوان هذا ابني شلون هيك انت كنتي متجوزه قط يعني ولك انت شو قلت مجنون لك شلون هيك فهمينا انت لنشو قولك ابني كان عم يتسخى على الحيوانات رحت دعيت عليه قام استجابت الدعاء وتحول
اذا بدك بترجعني اياها مثل ما كان بكون ممنون. والله بصراحه انا دكتور داخليه بكشف على المرضى، بساعدهم، بنصحهم، بكتب لهم دواء، بس مثل هاي الحاله اللي معك ولا مره اجاني. يعني ما في امل هالله؟ ايش عامل انا؟ انا برايي تروحي لك على شي شيخ وتحكي له شو صار معك بالضبط. وين بدي الاقي شيخ هلا انا؟ انا اصلا هني مجانين. الله اكبر. طول بالك، هلا اكيد الشيخ بيجي يساعدنا. عم قدن لازم هلا يجي. عجب وين الشيخ فخري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخري، الشيخ فخري، الشيخ فخري، الشيخ فخري. ايوه نعم يا اختي تفضلي. استنى على قط نفسي بس دقيقه. بسرعه اختي لو سمحتي بسرعه، بدي الحق صلاه بالجامعه بقدم، بدي الحق الجماعه. دخيلك يا شيخ فخري، بدي اخي تشوف لي حل لابني هاد. نعم ابني. لحظه طول بالك، انا دعيت عليه قام تحول لقطه، فهمت يعني؟ ليكي انا برايي تدعيله كثير وخصوصا بصلاه الفجر، عسى تكون باب السماء مفتوحه ويستجاب دعائك. اكيد كان عم يتمسخر على الحيوانات صح؟ اي والله كان عم يتمسخر على الحيوانات. شفت يا ارض؟ ماشي ادعي له كثير كثير، ادعي له عسى رب العالمين يرجع مكان ان شاء الله. يعني في امل يرجع شيخي؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا بدي الحق الصلاه، اقام الصلاه. السلام عليكم. الله معك شيخي، تقبل الله سلف. امشي يخرب بيتك من حالك انت. هلا اذا رحت طلعتك على البيت ابوك رح ياخذك ويبيعك، انا متاكده. لا لا امي، لا امي الله يوفقك، اطلعيني على البيت، اطلعيني على البيت منو ببدي اقول لك. رايح احطك انا هون واطلع اشوف البيت ايش عم بيعمل عشان اهربك تهريب. ماشي تعال، رايح احطك هون بس اوعى تتحرك. ماشي امي خلاص حاضر. فهمان علي ولا بالك فهمان؟ ايوه خلاص امي والله حاضر خلاص. ايش هالبلوه اللي جتني انا هاي؟ بسرعه امي اوعى تاخر يا قولي. وراك وين رحت؟ جانا الهوى جانا ورمانا الهرانا وراشي الأسمرة. اشو هاد؟ بصلاة محمد؟ لا اشو هاد؟ اطروسي لمارا اطروسي؟ والله اطروسي قولي قولي هذا تحسين اتجابوا هاد لهم الله. انا كان لازمني قطة قطة اللي عندي. تعال شوفوا لك، تعال شوف صلاة محمد اطروسي. الله لا امتحسيان نزلني يا بني ادم، روح نزلني يا بني ادم. الو امتحسيان، لك مو كافي عندك زبون راكب على القطة الروسية اللي عندنا؟ كويس جبت قط بجملة اكتر، جهزية عشان نروح نبيعهم بسرعة. يلا جايكي يلا. يخرب بيته ايش بده يعمل فيني هاد؟ عبادة وين راح؟